السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا ازاي نعمل الحوائط وازاي نعمل الأعمدة في المشروع، خلينا نشوف نعمل ازاي الأرضية. طيب الأرضية هتيجي منين؟ من أرتكشر، هقول له فلور. دلوقتي عايزين نعرف الأرضية هنا، عايزين ندرسها، فبلاقي إن الأرضية دي اللي هي بتمشي فيها السيارات الجزء دوت ماينس 3 متر، والجزء دوت ماينس 2 متر 80، يبقى هنا دي 20 سنتي. طيب لو جينا ندرس بقى، عايزين نعرف سمك ماينس 3، المفروض بيبقى مكتوب بس هو مش مكتوب هنا، فانا هدخل هنا في الالفيشن واقيسها الحته دي من هنا لهنا، طلع معايا ان دي ماينس 25، او دي 25 سنتي. يبقى انا اشوف البلاطه اللي هي 25 وابدا اشتغل عليها. طيب خلينا نرجع للبدروم. ممكن نقول له انا عايز ارسم فلور للمبنى ككل، لان انا ما عنديش حاجة تقول ان الارضية دي مختلفة عندي، فممكن تقول له انا عايز ارسم فلور للحتة دي كلها، فلور اهوت. وبص بقى، ممكن نقول له انا عايز ارسم لاين، فتبدأ ترسم الحدود بتاعتك باللاين دوت. تمام. طيب دي طريقة. ممكن تقول له انا عايز اعمل بيك لاين، يبقى هتعمل كده وهتعمل كده وهيبدأ يرسمها لك. وممكن تقفل القفل ده، تقفل القفل ده معناه ايه؟ لو اتحرك الحاجه دي هو اتحرك معاه، بيعمل بينهم كونسترين، بيربطهم ببعض. في حاجه افضل برضو ان انا اقول له بيك وول. بيك وول يعني هعمل كليك على الحيطه، ولو الحيطه اتحركت اتحرك معاها. خلي بالك ان لما دوست هنا ما وصلش الاثنين دول ببعض. طب يوصلهم ازاي؟ تقول له تي ار وتخليه يوصلهم ببعض بالشكل دوت. تمام. ولو نسيت هو هيبدأ يقول لي خلي بالك في مشكلة، ويقول لي فين مكان المشكلة. تمام. طيب ممكن برضو نعمل دي كلها حتة واحدة، وبعد كده نبدأ نشوف الاسلوب، او نخلي الاسلوب اهوت. تمام. هنعدلها بعد كده لما ندرس الاسلوب، لما نجيب الخريطة بتاعت الاسلوب. طيب في هنا اوبننج، ممكن انا اعمل ايه؟ اخد انا الحيطة من بره كده. تمام. وبعد كده ابقى اشوف الاوبننج دوت سببه ايه. طيب هقول له بقى تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا. دي اشيلها. طيب هنا ده موجود في البدروم، الاوفسيت فروم ليفل خليها زيرو، انا عايزها مع البدروم بالظبط. تمام. ودي تي ار من هنا لهنا. طيب انا دوس تاب وعلمت على الخط على اساس يقول لي ان هو اذا كان في فجوه ولا لا، او في حاجه مستحصله. بيقول لي في مشكله، هقول له شو وريني هي موجوده فين، فبيقول لي في الحته دي. طيب هقول له كلوز واقول له تي ار من هنا لهنا. تمام. طيب الأرضية ديت أعتقد إنها دي بالشيد اللي إحنا عايزينها. تمام. خلينا نشوف اللي هي ديت. طيب لو أنت حابب تعدل فيها في أي وقت، ممكن تدخل هنا Edit Boundary وتقول له أنا عايز مثلا أعمل Opening هنا. تمام. و Opening هنا. وممكن تحتاج ان انت تعمل اوبننج عند الاسانسير، لان هو بينزل بيبقى في مكان تحتيه، على اساس بتحط انت حاجه تسند الاسانسير او تمسك الاسانسير، او بيبقى ليه عمق تحت الاسانسير، بيبقى ليه عمق تحت. تمام. طيب اهو الفتحه دي هنشوفها في التفاصيل، هل هي موجوده في اللي فوق ولا موجوده في اللي تحت، مش مكتوب جنبها اي حاجه خالص. تمام. طيب قلت له موافق. طيب عايزين نشوف بقى الحاجة اللي فيها. تمام. طيب دلوقتي مثلا انت عايز تشوف الاوتوكاد، خلينا نعمل سيلكت على لوحة الاوتوكاد.
مش راضي يعمل سيلكت، لان انا اعمل العلامه دي، هاجي هنا اعلم على الاوتوكاد، وبدل ما هو في الباك جراوند هقول له في الفور جراوند، فيبدا يظهر معايا بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى عايزين نعمل اللي هي العشرين سنت ديت، فهقول له انا عايز فلور، واقول له اركتكتشر، وابدا اختار الحيطه اللي هي 20 مش موجوده، فهقول له ايديت تايب، واقول له دوبليكيت، واقول له انا عايز دي تبقى 20، واقول له اوكي، وادخل هنا ايديت، والاحظ ان دي بوينت 1 ودي 20، فانا ممكن اقول له لا دي كلها انا عايز دي مثلا 10 ودي 10، وهنا بيقول استراكشر ماتيريال، فهو عامل الجزء اللي تحت بس هو الاستراكشر ماتيريال، وفوق مش الاستراكشر ماتيريال، دي انا عايزها مش استراكشر، انا عايزها فينش مثلا. هاجي هنا على الماتيريال، هدوس هنا هيبدا يجيب لي الماتيريال، اقدر اختار الماتيريال اللي انا عايزه، الفلور 1 مثلا اهوت، هنا بيديني معلومات، مجرد تكتب بس ايه معلومات، الاسم، الموديل، الكوست، اليو ار ال، وهكذا. هنا جرافيكس، الشكل اللي هيطلع ازاي في الفلور وفي 3D، فانت ممكن تختار هنا يوز ريندر ابيرنس، يبقى هياخد الحاجات من الابيرنس من الريندر ديت، تمام. وتقدر تغير الماتيريال زي ما انت عايزها، دي هنا تشوف شكل الماتيريال بأي طريقه لما يعملها ريندر هتظهر، ممكن تشوفها على شكل كوره، على شكل سلندر، على شكل كيوب، وهكذا. ونقدر هنا نقول له انا عايز اعمل ريبليس ذا اسيت، وتغير الماتيريال اللي هو مرتبط بيها، هتلاقي كميه ماتيريال كتيره، فتقدر تختار الحاجه اللي مناسبه ليك، وتختار الصوره من هنا، وتختار الكالر، ممكن هنا تختار صوره تحطها تكرر معاك، صوره بلاطه مثلا او اي ماتيريال انت عايزها. هنا اهم حاجه بالنسبه لي الصوره، الماتيريال دي هتظهر معايا ازاي، لو انت عايز تحدد لها باترن معين. طيب انا اقول له اوكي، اقول له اوكي، دي فكرة الماتيريال، نفس الحاجة برضه هتلاقيها في اوتوكاد. طيب احنا اخترنا ايه العشرين، فانا ممكن اجي اقول له ايه انا عايز تاخد لي كل الحدود ديت، هدوس هنا تاب، هيبدأ يعملهم لي كلهم في خطوة واحدة، ماشي. طيب لو انا وافقت كده، بفرض انها كاملة، بفرض انها كاملة مش ناقصة بالشكل دوت، هيعمل ايه، هيخلي كل اللي جوه ده هو ده العشرين، لان انا عامل له ان هنا ده هو هيعمل الشكل المغلق، فالشكل المغلق هيبقى هو الجزء دوت، الجزء الداخلي، لا ده انا عايز الجزء اللي بره، فلازم اعمل ايه، اجي هنا، وممكن تعملها بقى مانوال بالشكل دوت، مش هياخد وقت. تمام، ممكن بقى ايه توقف لحد هنا مثلا، تعال نقول له مثلا ايه انا عايز الماتيريال دي من هنا لهنا، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا، الجزء ده انا هرسمه في مرة تانية، واقوله بعد كده تي ار من هنا لهنا، ومن هنا لهنا، تمام. طيب اجي اقول له انا عايز الحته ديت، طيب ممكن نكملها. طيب انت عايز ترسم مثلا قوس، ممكن تروح تحدد اول نقطه هنا مثلا، وتشوف اخر نقطه مثلا في القوس، وبعد كده تقول له عايزين نرسم لاين من هنا لهنا. خلينا نخلي دي في مرة تانية، ودي في مرة تانية، وهكذا. خليني بقى اقفل الشكل بتاعي، طول ما هو بشكل مغلق خلاص هيبدأ يقفل لي الشكل بتاعي.
خليني اخد الحاجة من الحيطة من بره يعني بالشكل دوت. او ممكن حتى برضو دي اخدها بالشكل دوت، او ممكن برضو الحيطة دي نفس الحاجة انا واخدها من بره على اساس ان ممكن تكون الماتيريال مختلف. خلينا نضمها ليها بالشكل دوت. لو انا عندي معلومة ان الماتيريال هنا مختلف هخلي دي لوحديها ودي لوحديها. طيب هاجي هنا دوس تاب، المفروض ان هنا كله موجود مع بعض. فينيش بيقول لي هايلايت اوفر. ليه هايلايت اوفر؟ لان الاتنين على نفس الارتفاع. تمام، لازم اجي هنا واقول له ان دي بوينت 2. تمام. طيب خلينا نتأكد برضو من الشغل بتاعنا، ان انا اجي هنا من الانوتيت واقول له سبوت اليفيشن وابدأ احط ديت اهي ماينس 3، وتيجي على هنا هتلاقيها ماينس 2.8. تمام، ناقص لنا بقى الحتة دي لوحديها، الرصيف ده لوحده. فهاجي برضو اقول له ديت، هعمل على سيلكت واقول له ايه كرييت سيميلر، واقول له انا عايز الحتة ديت. دي مشكلة انها بتقطع كتير قوي فهتاخد منك جهد، فعشان كده قلنا هنعملها بالقوس من هنا لهنا بالشكل دوت. وبعد كده هقول له تي ار واقفل الشكل دوت، واقول له دي بوينت 2 اهوت، واقول له اوكي. بيقول لي لاينز شود بي كلوز، في حته مش مقفوله، اعتقد هتلاقي ديت. تمام، طيب ايه كده اللي متعملش لسه؟ ده لسه متعملش عشان ما عندناش معلومه عنه، يعني ممكن يكون في جزء لسه احنا مش عارفين هيتعمل ازاي او ما عندناش انفورميشن عنه. تمام، طيب خلينا نعلم مثلا على عمود زي دوت، عمود زي ده، ونشوفهم في 3D عشان هنشوف معلومة كده لازم ايه نقولها. هنا العمود دوت لو انت حابب انت تشوفه اكتر ممكن نقوله وير فريم. العمود ده واصل لجوه، داخل جوه الفلور، فممكن نعمل سيلكت ونقول له اتاش. هنا انا عايز اعمل اتاش لفين؟ لتحت بيس، واروح محدد دوت، يروح العمود اوتوماتيك واقف عند الفلور دوت وما يكملش. تمام، لما تيجي تبص عليه كده في الشديد العمود بدايته من هنا مش من هنا. تمام، فدي دي احنا بنمشي عليها بحيث نتأكد ان كل الأعمدة مش أطول منها، بحيث لما نيجي نعمل سكادول أو ناخد حصر الحاجة يبقى الحصر بتاعنا مظبوط. طيب الأهم من ان احنا نقعد نشوف بقية الدورة تعمل ازاي، ان احنا نشوف الفلور فيه بعض الأفكار اللذيذة نشوفها مع بعض. هاجي هنا من أركتكشر وأقول له فلور. تمام، هلاقي فلور أركتكشر فلور استراكشر. طيب هقول له فلور أركتكشر، مش هيفرق كتير يعني، ليك ان انت تعمل باكتر من شكل. خلينا مثلا نرسم بالشكل دوت اهو، وبعد كده قلت له موافق. مديني خاصيه ايديت باوندري ان انا افتح في اي وقت، وليه في خاصيه تانية اسمها موديفاي سب اليمنت. يعني ايه موديفاي سب اليمنت؟ يعني الفلور ده نفسه ممكن اتحكم في النقط اللي فيه، يعني ممكن اعلم على النقطتين دول واقول له دول خليهم مثلا 0.5. تمام، الاثنين دول كده 0.5 بالشكل دوت. لما نيجي هنا مثلا نقول على السكشن، دي علامة سكشن او سكشن من هنا لهنا. اقول له جو تو فيو، هيجيبها لي بالشكل دوت. ممكن تعلم كده وتقول له edit boundary. تمام، بيقول لك شوفها منين، اقول له مثلا في البدروم. خلينا نشوف modify sub element. خلينا نعمل select مثلا على النقطة دي بس، واقول له دي مثلا 0.7. انتر. تمام، طيب خلينا نشوفها بقى في section، على section اهو هتلاقي، او خلينا نشوفها في 3D.
نعمل سيلكت عليه، هتلاقي ان في نقطة فيهم بقت اعلى من نقطة. خلينا نشوف في ال 3D، بس هتلاقي النقط كلها مش ماشية مع بعض. تمام، الاتنين دول لما تقول له موديفاي هتلاقي ان الاتنين دول 0.5 وهتلاقي ده 0.7 زي ما احنا عاملين. طيب لو عايز ازود نقطة في النص بسيطة جدا، هتيجي هنا اد بوينت وتضيف البوينت في النقطة اللي انت عايزها، ممكن هنا، ممكن في النص، ممكن هنا، زي ما انت عايز. كل نقطة من دول تقدر تعمل سيلكت وتديها الارتفاع اللي انت عايزه. وممكن اعمل سيلكت واقول له اد سبلت لاين واحدد اول خط وتاني خط. كده انا رسمت سبلت لاين، تقدر تعمل عليه سيلكت اهوت، وتلاقي هنا الرقم اللي انت عايز تضيفه، تزود الارتفاع تقلل الارتفاع. طيب بلا حاجه اسمها بيك سبورت. بيك سبورت دي هنشوفها مع بعض دلوقتي. هقول له ريسيت شيب، هرجع الشكل زي ما كان، وهاجي هنا على الاستراكشر واقول له ان انا عايز اضيف بيم، فبيقول لي مفيش بيم متحمله في المشروع، فاختار ان انا احمل فاميلي للبيم اللي هي الكاميرا. وبعد كده هقول له من التوب ان انا عايز ارسم بيم مثلا الليفل اللي انا عايز ارسمه مثلا من البدروم اهوت، اهو ارسم مثلا بيم من هنا لهنا. بيقول لي انها مش ظاهره معايا. طيب مفيش مشكله خالص، هاجي كده واغير الكنترول اهوت، هي اترسمت هنا على الرصيف، فالرصيف زيرو هنا ده ماينس 3، فاقول له ده خليها ماينس 3.3 وده ماينس 3.3. ده الستارت وده الاند، ممكن تغير في واحده فيهم بحيث يكون 100، يعني ممكن تخلي ده مثلا ماينس 3 يبقى بالشكل دوت. طيب بعد كده هاجي هنا على الفريور ديت واقول له بيك سبورت، واروح مختار الكاميرا ديت، فهو اوتوماتيك يمشي مع الشكل. تمام، واخد نفس الشكل بتاع الكاميرا، ماشي معاه بالظبط زي ما انت شايف. تمام، فدي امكانيات حلوه قوي في الفلور. فعشان كده لما بيقول لي ارسم رامب، او يعني الرامب اللي احنا هنرسمه بعد كده ان شاء الله في الدروس اللي جايه، انا بفضل ان ارسم بالفلور. يعني الرامب نفسه في هنا في ارتكشر بيديني ان انا ارسم رامب، بس مش بنفس المرونه ونفس ان انا اعمل تشكيلات جميله بتاعت الفلور. بفضل ارسم فلور ومش هيفرق معايا في الحصر ولا في اي حاجه خالص. طيب نيجي هنا في الشكل دوت او في البدروم، ده السكشن اللي احنا كنا رسمناه. لو بصيت للسكشن هنا هتلاقي في علامه ان انت تقدر تقلبه الناحيه دي والناحيه دي بالشكل دوت، تقدر تقسم الشكل ده بنص ناحية نص ناحية، تحس ان انت تخفي العلامة شوية على قد ما تقدر. تمام، عندي حاجة اسمها اسبلت سيجمنت، يعني ايه؟ يعني انا عايز اتفادى حاجة معينة فبطلع بالسكشن ده شوية، يبقى انا هاخد الحتة دي والحتة دي والحتة دي واسيب الحاجة اللي في النص، ممكن تعملها على اكتر من قطعة. دي من حاجات بتاعت السكشن. اول ما بتعمل سكشن هو اوتوماتيك بيعمل لك فيو هنا للسكشن، يعني بتيجي هنا وتدوس تقول له جو تو فيو، فيبدا يوريك السكشن موجود فين. اهو غالبا هتلاقي هنا اهو ده السكشن دوت. ممكن تيجي هنا وتدوس وتغير الاسم، او تيجي هنا وتدوس وتقول له انا عايز اعمل رينيم وتغير الاسم زي ما انت عايز، او ممكن تيجي هنا وتقول له دوبليكيت. دوبليكيت قدامك ثلاث اختيارات، خلينا نيجي مثلا في البدروم واجي هنا واقول له انا عايز اعمل دوبليكيت، او دوبليكيت ويز ديتيلينج، او دوبليكيت از ديبندنت. ايه الفرق بينهم؟ دلوقتي انا حاطط شويه انيميشن اهمت، ممكن تحط شويه كتابات واسامي والحاجات دي كلها. لو قلت له انا عايز اعمل دوبليكيت هيكرر لي الفيو من غير الاسامي خالص. طيب لو انا عايز بالاسامي يبقى هقول له دوبليكيت ويز ديتيلينج، تمام، فيبدا يجيب لي الاسامي. طيب لو انا عايز يبقى ديبندنت، ديبند يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي هتيجي تبقى تحت الفيو دوت، يعني اي تعديل في الخصائص تتعدل معاه في نفس اللحظه، ما يبقاش منفصل عنه، فهقول له از ديبندنت. بص حاطه تحتيه، وهنخش بعد كده في ازاي ان انا ممكن اقسمه. يعني ممكن تيجي هنا بس مش بدي باداه ثانيه هنشوفها بعدين، يجيب لك ده نص اليمين مثلا وتعمل
دبل كليك تاني از ديبندد، والنص التاني ممكن تقول له اظهر لي النص ده، بحيث مثلا احط ده في شيت وده في شيت، لو انت عايز تحط في تفاصيل لوحه شوب درونج وهكذا. فتقسم دي وتقسم ديت. طبعا لاحظ ان انت لو جيت هنا وغيرت تمام، خليته مثلا 1 ل 500، هتلاقي المسافات كلها اتغيرت معاك. لو خليته 1 ل 50 المسافات برضه هتختلف معاك. وهنا تختار كوارس او ميديوم او فاين درجة التفاصيل اللي انت عايزها. وهنا دي بتلاقي الواير فريم بيعرضلك بحيث ان انت تشوف حدود الحاجة وتشوف اي حاجة وراها. الهيدن لاين بيخفي الحاجة اللي ورا الشكل بتاعك شديد، كل شوية بيديك جودة اعلى. وطبعا هنا بتلاقي الخصائص بتاعت الجرافيك ديسبلاي اوبشن. مثلا هيد اللاين ممكن تقول له انا عايز اعمل سموث لللاين، ممكن تقول له انا عايز يبقى فيه شادو، عايز الحاجه كانها مثلا خط الايد سكتش لاين وهكذا. فالحاجات دي بتبقى امكانيات جميله جدا هنشوفها بعد كده لما تيجي نعمل اخراج للوحه. طيب هو هنا مقسمهم بناء على ايه؟ ليه مقسم هنا الاركتكشر ومقسم هنا النهائي ومقسم كوردينيشن؟ بناء على ايه التقسيمه ديت؟ لو انا عايز اقسمها بشكل مختلف، ليك ان انت تقسم 500 شكل مختلف. تمام، تعال هنا وقول له براوس اورجانيزيشن. تمام، هتلاقي هنا مقسمهم لك باكتر من شكل. ممكن تقول له نيو وتقول له مثلا تكتب اسمك مثلا اكس مثلا. تمام اوكي، طبعا الاسم لازم يدل على الحاجه اللي فيها. تمام، فلتر يعني ايه؟ انا اقول له انا مش عايز اعرف اشوف حاجه غير بس الاركتكشر، او مش عايز اشوف حاجه غير الكوردينيشن، او مش عايز اشوف حاجات غير الجراوند. يعني انت تحدد انت عايز ايه. تمام، فانا اقول له فلتر باي مثلا الديسيبلين، انا مش عايز اشوف غير المعماري. اوكي خلاص، ما تشوفش غير المعماري. براس اورجانيزيشن سيبلن اديت، خلينا نقول له خلينا نختار الاكس، احنا ما كناش علمنا عليه، وقلت له اوكي خلاص هيخفي لك المعماري. ومش منظمهم دلوقتي، طب انا عايزهم ينظمهم، خش براوس اورجانيزيشن اديت، ممكن تفلتره باي حاجه انت عايزها بالبرنت. يعني لو حاجه محطوطه في الطباعه هتعمل الشيت نيم، لو هو ليه اتحط في قلب الشتات ممكن تقول له يزوره او ميزوروش. يعني انت ممكن تقول له ايكوال تو او نوت ايكوال تو، لما يجيب لك كل الحاجات اللي هتتبع، او يجيب لك كل الحاجات اللي مش هتتبع، او يجيب لك كل الحاجات اللي موجوده في الشتات، او يجيب لك كل الحاجات اللي مش موجوده في الشتات. يعني ممكن تقول له شيت نيم لو بيساوي كذا هو بس اللي يظهر. تمام، ايكوال تو اللي يساوي كذا نون مثلا. تمام، طيب ممكن اقول له جروب باي وتقول له مثلا انا عايزك ترتبهم لي. اول حاجه تسيبلين، تسيبلين يعني ايه؟ يعني معماري وانشائي وكوردينيشن او ام اي بي. تمام، وبعد ما يرتبهم لك حسب الديسيبلين رتبهم لي حسب الفاميلي اند تايب. تمام، ده طريقه الترتيب. ممكن ترتبهم زي ما انت شايف 1 2 3 4 5 6، يعني 6 حاجات ورا بعض. ممكن تقول له رتبهم لي مثلا حسب الفيسز، او حسب التايب، او حسب الفيو نيم، او حسب السكيل، زي ما انت عايز. طيب هنا بيقول لي هترتبهم بالفيو نيم بالاسامي تمام، ولا الافضل ب الاسيتد ليفل. الاسيتد ليفل يعني ايه؟ يعني هيبدا من بدروم، حتى لو الاسم نفسه المفروض ان هو في النص. تمام، يعني مثلا ما ينفعش ايه ان هو يشوف مثلا الثاني ولا الثالث ترتيب الحروف الابجديه. الفيو نيم حسب الحروف الابجديه. تمام، وهنا هيبقى افقي، يعني هيبقى من فوق لتحت ولا من تحت لفوق. اقول له اوكي واقول له اوكي، هيرتبهم لي اركتكشر وتحتيها الاستراكشر، ودي الحاجات الخاصه بالاستراكشر، وده الفلور بلان اهوت. تمام، وده السيلينج، الحاجات الخاصه بالسيلينج، لوح السيلينج، ومرتبهم بدروم ارضي دور تاني سترة والحاجات دي كلها. طيب بفرض ان انا في فيو مش موجود، تمام، تروح هنا لفيو وتقول له انا عايز بلان فيو ريفلكت سيلينج، هيبدا يجيب لك الحاجات اللي مش معمول لها سيلينج، تعلم عليها وتقول له اوكي، فيبدا يعمل لك اللوح اللي معمول لها سيلينج. طب نزلت فين؟ نزلت هنا في الكوردينيشن، تروح معلم عليهم وتقول له انا مش عايزهم في الكوردينيشن، انا عايزهم يبقوا موجودين فين؟ في الاركتكتشر. يروح منقولين لي الاركتكتشر. فالموضوع سهل وبسيط ان انت تنظم اللوح بتاعتك، وسهل جدا تيجي هنا وتقول له براوس اورجانيزيشن وتقول له انا عايز مثلا اشتغل بالديسيبلين، او اشتغل بكذا، او اشتغل بكذا. ونفس الفكره للشتات، ونفس الفكره للسكادول. طيب دوت اهو،
فلور بلان، هتبدأ تشوف مثلا لوحة البدروم اللي احنا كنا شغالين فيها. هتبدأ بقى تشوف إذا كان في فلور عايز تعمله ولا لأ، وهكذا. تمام، في حاجات هتتظبط أكتر لما نبقى رسمين، لما يبقى معانا سكاشن أو معانا التفاصيل. تمام، يعني احنا دلوقتي ما عندناش كل اللوح اللي المفروض تبقى موجودة، بعد كده هتجيلك لوحة خاصة بالحوايط بتفاصيل الحوايط، في لوحة تانية خاصة بتفاصيل وكل الحاجة اللي انت عايزها هتجيلك ان شاء الله. تمام، طيب خلينا نطلع للدور الأرضي. طيب ايه ده؟ الكروب فيو ولا ايه دوت؟ ده الاوتوكاد، الخط ده موجود فيه الاوتوكاد. طيب تبدأ بقى تشوف الحدود الأرضية بتاعتك. هو بيقول لك ده ماينس 8، يبقى ده جزء بره الشغل بتاعنا، احنا هنشتغل في الجزء اللي هنا. تمام، طيب هنا عندي هنا الغذيات، عندي هنا دي 1.20 متر، الممر ده 1.20 متر. طيب انا عندي معلومة، وبعد كده ممكن يكون كل اللوحة كلها 1.20 متر، ده من نرجع بيه ده بره الحدود بتاعتنا، احنا الحدود بتاعتنا من هنا. تمام، ده 30، ده 30، في فرق في الارتفاع هنا. طيب خلينا نعمل الجزء اللي فوق، هقوله architecture وأقوله floor، وخلينا قبل ما نشتغل كده هقوله أنا عايز أشوف الارتفاع مظبوط ولا لأ. تمام، هقوله أنا عايز annotate اظبط elevation. هو هنا ده المفروض ده زيرو. طيب هقول له بقى ايه، انا عايز edit boundary، امسح ده كله وابدأ امشي على المبنى زي ما انا عايز بالشكل دوت. طيب ده 30، ده هنا في سلم، فانا المفروض ان انا هاخد مثلا من هنا لهنا لهنا، وبعد كده هنشوف الاسانسير وكده. الاسانسير ممكن نعمله زي شافت. ممكن اقول له هات لي الحوايط دي كلها كده. دي برضو 1.20 متر، فممكن تدخل معانا، اللي هو المدخل الرئيسي ده مش هيدخل معانا. طيب خلينا نقول له انا عايز الجزء دوت. همسح بقى الخطوط الزيادة ديت. TR
تمام. وبعد كده تختار الطيب اللي انت عايزه، هقول له اوكي اشوف هو في حاجة نسيتها ولا لأ. بيقولي في ديت تي ار، عملنا كل دوت اوكي. وطبعا هنبدأ بقى نشوف الفجوات. بص السؤال ده انا كنت منتظره، بيقول لك هل انت عايز الحوايط تقف عند الفلور دوت، يعني ممكن يكون الحيطه داخله جوه الفلور. انا اقول لا اقف على نهايه الفلور بتاعي، فاقول له اتش تمام اوكي. طيب دي بقى ممكن اقول لها اديت عشان ابدا اشوف بقى ايه الحاجات اللي هتطرح منها تمام. يعني مثلا هنا السلم عندي اهو، في اومني المفروض احط هنا، مش هحطه ولا الاسانسير تمام. هنشوف ليه دلوقتي، هل في اي فجوات تانية او اي اوبننج تانية؟ طيب بص يا سيد الفضل اوكي. طيب ممكن يكون عندي حاجة هتطلع معايا كذا دور ورا بعض، زي مثلا الاوبننج بتاعت المانوار دوت. انا ما عنديش تفصيلة هل دي الخطين دول معناهم ان دول كلهم مفتوحين على بعض، بس في ده جريد يبقى دي كلها مفتوحة على بعض. من الاركتكشر هقول له انا عايز اعمل شفت تمام، واقول له الشفت ده من هنا لهنا. الشفت ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن اخد الحاجه دي لكل الادوار اللي فوق تمام، من مسافه الدور الارضي ل 30 متر فوق، او لحد مثلا الدور العلوي تمام، او من البدروم لهنا. يعمل ايه بقى؟ اول ما يقابل فلور يعمل فيها اوبننج اوتوماتيك، يبقى انا مش هضطر ان انا كل واحده فيهم كل فلور اعمل سيلكت واعمل فيها الاوبننج ولما يحصل تعديل اعدي عليهم كلهم. لا، الشفت اوبننج ده هيوفر عليا الوقت ان انا احدد من دور كام لدور كام. وكذلك في المنطقه ديت ممكن اقول له انا عايز اهو شفت برضو، واقول له انا عايز من هنا لهنا بالشكل ده، وشفت تاني. انا بحاول اخلي كل واحد منفصل عشان لو في دور فيه مثلا قال لك الاسانسيرات وقفت هنا او سلم وقفت هنا ما بقاش في مشكله. طيب هقول له شفت، واقول له انا عايز الحته دي برضو فيها اوبنك بالشكل دوت. طيب ناقص ال المحلات التجارية ديت تمام، وفي حتة هنا معمولة 15، ناقص 30 دي مش هنعملها لأن هي معمولة كده كده جاهزة تمام، يعني موجودة في الدور اللي تحت. طيب ده هنا متر 20، ده هنا 30، يبقى أنا كده عايز أنزل 90 سنتي. فأنا هاجي هنا أرتكشر وأقول له فلور واقول له انا عايز اعمل ديت اهي ممكن تعمل كل غرفة لوحديها تمام، بس خلينا نعملها كلهم مع بعض. ده هقول له ان ده ماينس 9، هقول له اوكي. طيب عايز اتاكد من الشغل، هقول له انوتيت اثبت الفيشن، اعمل سيلكت
معمول هنا منسوب الدور الأرضي ماينس ناين. بالظبط كلمة ماينس ما كتبتش المرة اللي فاتت. تمام. ممكن بقى تخش في 3D تتأكد إذا كان في حتة متعملتش ولا لأ، أو تشوفها في ال في سيكشن، نبدأ نشوف إيه الحاجات اللي هي فيها مشكلة. طيب هنا ده 15، هنا دي هنا تبقى زيرو، يبقى في هنا أرضية هتتضاف. طبعا الكلام ده هيبان أكتر لما نعمل السكاشن ونشوف السكاشن، بس هو هنا بيقول لي إن الفلور هنا على ارتفاع زيرو. تمام. طيب يبقى أنا لازم أعمل فلور في المنطقة ديت. فأجي هنا أقول له أنا عايز أعمل فلور، وأقول له خلي ديت ماينس 1.2 لأن أنا عايز أنزل 30 سنتي عن الفات، وأقول له أنا عايز أرسم مثلا من هنا لهنا. طيب دلوقتي بعد ما خلصنا شغل الفلور اللي جوه، تعال ندخل كده في الواجهة الشرقية. هتلاقي إن أنت عندك هنا في رصيف أو في فيو في فلور موجود على منسوب الرصيف. تمام. يعني نازل عن الدور الأرضي 120، وفي جزء تاني بالشكل دوت مفروض إن هو أقل 20 سنتي دي أي من هنا لهنا. أنا ليه قلت 20 سنتي؟ لأن هو هنا الرصيف فيه فرق 20 سنتي. طيب لو انت برضه دخلت في 3D هتكتشف فعلا ان في جزء هنا ناقص. طيب وهتكتشف حاجة كمان، ان انا عندي هنا الفلور كان ماينس 120 من دور ارضي، هو ده على مستوى الرصيف، وده خلى ان الحوافات هنا مرتبطة بده ساعة لما حطيناها ان انا اتش للفلور، بس ده ما تعملوش اتش، تعمل اتش للي فوق او ما تعملش اتش لسه اللي تحت. فانا هدوس كده، ممكن تدخل هنا تكتب هنا منسوب الدور الارضي ماينس 120. تمام. دي اول حاجة، دي طريقة. تمام. الطريقة التانية ان انت تعمل سيلكت وتقول له ايديت بروفايل وتعدله بالشكل دوت. تمام. اوكي. دي طريقة. الطريقة الاخرى ان انا اعمل سيلكت واسحب دي لحد هنا، بس ابعد عن مانوال، اعمل سيلكت على دول وقول له اتاش وقول له بيس وخليه يوصل هو بنفسه للفلور، وكذلك في بقيه الشغل بتاعك. يعني انت هنا تقول له ايه نفس الحاجات ممكن تقولها له، بس انا افضل اتاش وتقول له طب يبدا يوصل لحد هنا، وده اتاش البيس. طيب خلينا نعمل بقى الفلور الخارجي اللي هنا، هو المفروض ان هو هيكون نفس الفلور اللي في الدور الارضي. المنطقة ديت هقول له كريت سيميلر، بس ده هيبقى 30. ليه 30؟ لان انت لو دخلت في اللغة الشرقية ده ماينس 20، هتلاقي دوت دي اي من هنا لهنا 30. فعشان كده انا اخترت 30. طيب هبدا ادخل بقى في الدور الارضي، ممكن اقول له الغي لي بقيه الحاجات عشان اركز في الفيو اللي انا عايزه، وابدا ارسم الرصيف بتاع اللي بره دوت، اقول له اوكي وابدا ارسم. ممكن تستخدم الأداة دي أو الأداة دي براحتك.
طيب دي عايزة تصلح. او لسه احنا مش شغلناش عليها. اس اي عشان يعمل سناب معاه. انا طبعا خفيف البيضة، معرفش ايه اللي خلاني اشتغل خفيف زي ده، تقريبا غيرت اللون ونسيت ارجعها تاني. انا حتى ممكن نعتبر كل ده رصيف 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 رصيف، ممكن ندخل ده كل ده معانا. ان هو نفس الارتفاع طبعا هنعمل الفجوة ديت او نعمل الاوبننج ديت. ونتأكد ان هو مصوب الدور ارضي ماينس متر عشرين، او تقول له انا عايز مستوى رصيف وتخليه بالزيرو. طيب انا في خطوط فعلا نسيت ان انا اعملها، الخط دوت وتعالى ندوس تاب نشوف. اوكي بيقول لي اعمل اتاش، اعمل اتاش. اوكي دلوقتي ناقص بس احط اللي هو الفلور اللي بره، تمام، اللي هو موجود شفنا احنا في الواجهة الشرقية اللي هو دوت، اللي احنا قلنا هينزل 20 سنتي عن الفلور دوت، تمام. ف تعالى نشوف السمك بتاعه دي اي من هنا لهنا 25. طيب يبقى انا هاجي هنا في المنسوب الدور الارضي، المفروض ان انا ارسم الحدود اللي بره. خلينا اعمل سيلكت على دوت واقول له ايديت باوندري وابدا اعمل سيلكت عليه واقول له كوبي واخرج من غير ما اعمل اي سيف خالص، ماشي. ودلوقتي هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل زيه بالظبط كريت سيميلر، تمام، واقول له بيست وبيست تو كارنت فيو، تمام. الخطوط حط على بعض، انا عايز الخطوط اللي بره على اساس ان انا اعمل حدود اللي بره تكون زي اللي جوه. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هرسم شكل خارجي، تمام، هعوض. وده الفلور بتاعي من هنا لهنا، من هنا لهنا، ماليش دعوه باللي جوه خالص. فاعمل ايه؟ هلغي ده كده، ده المفروض مثلا هيكمل مع حد الحته دي مثلا، هلغيها من هنا وهنا، هيبقى ده مكمل معايا لحد هنا مثلا، وده كله يتلغي. يبقى انا كده رسمت الرصيف اللي بره من هنا لهنا، وناقص بس اخلي ده ينزل ينزل قد ايه؟ قلنا تقريبا ينزل قد ايه؟ ينزل 20 سنتي. يعني هقول له ده ماينس 40 واقول له ده احنا قلنا 25، الرصيف ده 25 مش موجود 25، فاقول له ايديت دوبليكيت
واقول له ده 250، واقول له اوكي وادخل اغير فيه الارقام حسب ما انا عايز. قال لي ده مثلا اقول له اوكي، وبعد كده هرسم اللاين بتاعي من هنا لهنا بالشكل دوت، ومن هنا لهنا. واقول له فينش، فتاش اوكي، وخش في 3D هتلاقي ظهر معاك بالشكل ده، اقل منه بشكل ده. ناقص ده بقى هيظهر معايا وهيبدأ شغل معايا لما نخش في موضوع الرمبات يكمل معايا بالشكل دوت. طيب هنا في حتة ناقصة، تعال نشوفها ليه. ده موجودة في الدور الأرضي، الحتة دي اللي هنعملها بعد كده لما ندخل في الرامب ولما ندخل في السلم. تمام، هنبدأ نظبطها هناك. تمام، نرجع لل3D، هتلاقي بعض الحاجات محتاجة انها تنزل لحد الفلور بتاعها، فهتعمل سيلكت بس هنا دي العملية دي كلها كده، هتقول له اتاش وتقول له البوتوم بتاعه اهوت، والحتة دي برضو هتقول له اتاش وتقول له دي الفلور بتاعه اهوت بالشكل ده. الحته دي هنجيلها لما نيجي نعمل السلالم ان شاء الله والرمبات.